طيب عايزين بقى نعمل يعني نظبط اللوك يبقى نايس شوية، بإن احنا بنعمل كاستمايزيشن على الساس. ممكن نخش على ده، نفتح الابليكيشن، نفتح الفايل يعني، ونحط شوية حاجات خاصة بينا، زي مثلا نقول له هو كده بيسترجع طبعا الحاجات اللي موجوده في المعتبر الرئيسيه. احنا هنزود عليها شويه حاجات، شويه تعديلات يعني، شويه تظبيطات. نقول دوت بار، اي حاجه دوت بار، دوت تايتل، و اي حاجه دوت بار او دوت تايتل يعني، يعني اي كلاس سيلكت من دول هتعمل اوفر فلو وفيزابل مرئي، وده امبورتنت عشان يظهر اي حاجة. مش عارف، كنت حاسس ان احنا عايزين نرند الاول وبعدين نكتب، مش مشكلة عشان نكتبهم كلهم عشان بعد كده اقول بقى كل واحد تأثيرها ايه، مش مشكلة. راوند ايكون، كنا عاملين ايكونات راوند، عايزين نظبط لها تبقى راوند ازاي. هقول له باك جراوند كلر، نعمل لها باك جراوند كلر. مثلا احنا عندنا اصلا بوزيتيف، ممكن نعملها كده، نجيبه بوردر ريديوس يعني، يعني البوردر ريديوس اللي هو اللي هو اللي هو لما يكون مثلا مربع بيبقى الاطراف بتاعه المربع مش حاده، لا فيها كيرف، فيها كيرف ماشي. فبقول له البوردر في الريديوس عايز اعمله 50%، يبقى كده هيبقى الكلام يعني هيبقى مش زي الشاشه اللي قدامك مثلا مربعه او مستطيل، لا هيبقى في كيرف جامد في الاطراف بنسبه 50%. وديها ويدث، عرضها يبقى برضو ممكن اقول عرضها على طول زي البار داش ويدث زي البار يعني العرض بتاع الحاجة زي البار ويدث، يبقى هيشوف بقى عرض البار قد ايه ويعمل عرضها قد عرض البار. لا مش عرضها قد عرض البار، ده لو عرضها قد عرض البار يبقى هتاخد البار كله. انا عايز تاخد ايه؟ قد طول البار يعني، لو مثلا لو المستطيل ده مستطيل يعني، لو الجدار ده مستطيل يبقى طولها وعرضها قد الطول بتاع الصفحه يعني، عايزين تلف مدوره. فقلنا خلاص، لو قلنا يعني عشان اوضح لكم بتبقى عامله ازاي، اقول هايت الاول عشان اوضح لكم الفكره. هايت واقوم قايل له عارف البار الزرار اللي بالعرض دوت بار اللي ايوه، قلت له عايز قد الهايت بالظبط بتاع البار ماشي. طب وعرضها؟ لا مش عايز تبقى قد عرض الزرار ذات نفسه، لو الزرار مستطيل مش عايز تبقى عرض الزرار، تبقى قد الهايت برضه عشان يطلع لي مدوره بالظبط. فممكن اقول له برضه الويتس يطلع قد الهايت بالظبط، يطلع لي بشكل ايه؟ مدور. طالما الطول قد العرض يبقى شو شكل بيضاوي، يفرق يعني الشكل الدايره، الدايره طولها قد عرضها صح كده؟ واحط له مارجن هايت، مارجن توب او مارجن ليفت، ومارجن اسف مارجن ليفت يعني هوامش حواليها على الشمال. في الايكون بديها مثلا هوامش اوتو، والهامش برضه اللي على اليمين يبقى اوتو. دي عملنا الايكون اللي هي معمول لها راوند اللي هي مدوره تمام. برضه الراوند ايكون جواها اي دوت ايكون، كنا عاملينها في الكود بتاعنا في الاتش ام ال. في الحاله دي هقول كالر يبقى وايت، يبقى اللون ابيض، والفونت داش سايز كله يعني سي اس اس بسيط لو انت يعني عندك خلفيه على سي اس اس 28 اي بوينت، ممكن اقول 28 بكسل
لو مشينا في مثال بيكسل مش بيكسل. طيب الـ content stable دي بس فكرتها ايه؟ تقول اللون بتاعها يبقى اللون الـ background color بس. background color احنا كنا ذكرناها يعني content stable بس مش أساسية. فأنا هقول له هنا ايه؟ هاتها اللون الـ stable الأساسي بتاع أصلا الايه؟ الـ ionic. آخر حاجة الـ hint عايز اديله ستايل ان انا هديله كلر لون كتابه يعني هديله لون مميز وليكن مثلا لون فاتح كده ده الكلر فونت سايز حجم خط وليكن مثلا 14 بكسل والتكست اونلاين اديها له مثلا سنتر كيف عملنا حاجة اسمها item active كيف عملناها ولا امتى ما عملتهاش هكتبها برضو واقول لكم يعني حاجة بسيطة خالص بظبط برضو بس مجرد الوان في الباك جراوند باك جراوند color يعني وهقول له darken يعني عايزك تغمق من الستيبل بدرجة اللي انا عايزها غمقها بنسبة 15% مثلا واقول لكم الايتم اكتب ده يبقى ظبطها فين بعدين طيب يبقى دي الراوند ايكون دي اهم حاجة ودي عملنا كده دايرة الايكون مع بوردر واحنا اصلا كده كده عاملين دلوقتي سيرف مفترضي ايه ده؟ اتوقع ان كنا من اخر حاجة سيرف يعني اصل انا ضايع كل حاجه ماشي ايونيك سيف قال لي خلاص احنا كده يعني الدنيا عنده باظت قلت له ماشي مفيش مشكله احنا كنا فين مش عارف احنا كنا فين كنا out قلنا له ionic save نبدا نحل الاخطاء مش كنا بدا يرن اه كان معنا نفس التعليق طيب نبدا بقى ايه نراجع كده اراجع انا مع نفسي ببساطة كده واحدة واحدة مرتبين امورنا من اول خالص نشوف الغلطة فين هاو دي تير لكن احنا نسينا او عملنا غلطة ان احنا البادي المفروض نقول ان جي داش اب ستارتر وان جي داش كنترولر نحط الكنترولر الرئيسي بتاعنا اللي هو كان ايه يا ربي كنا حاطينه ايه اللي هو اب كاتريل كنترولر واقفل في الاخر سلاش بادي تمام كده مفترض تمام الايكون اهو لاحظوا انا عندي الابلكيشن بقى تو تايبس كلاسز اللي طبعا لاحظ الهنت اللي طلع كلاسز قال لي طلع الايكون والنوتس ماث وانجلش وساينس دي ستودنتس او عندي هنا ستودنتس في التابه الثانيه بيقول انت كنت في كذا وبقيت في كذا احمد وكريم ومش عارف ايه بي كلاسز والى اخره لو جينا دخلنا على view classes طبعا طلع لي الهنت وفي نفس الوقت دخلنا على classes قلت view students مش شغالة احنا عندنا students شغالة انا مفترض هنا لما بعمل كليك على حد مفترض ان هو يدخلنا على التفاصيل يبقى كده في مشكلة في اللي هو دخلنا على التفاصيل
نروح كده. اهو لا دي جو تو ستودنتس دي. انا عايز فين ال صفحة الديتيلز؟ ايوه دي صفحة الديتيلز بتاعت تاخد الاي دي والايدج. دي صفحة الديتيلز اللي جاية المفترض من الستودنتس. تاخد تايتل والفيو بتاعها اسمه ديتيلز على سب هيدر. ماشي في حاجة كده مش مظبوطة. نخش كده على الكوب بتاعنا ستارتر ايونيك وهنا سيب بروفايدر على الديتيلز. ديتيلز ديتيلز كنترولر عملناهوش اصلا. حاسس ان هو داخلي على طول ان جوه الستودنت بتبعت الاي دي والاي والايدج. بس ده على الستودنت ايه ديتيلز كنترولر. يبقى لسه ما عملناش برضه ديت. مش مشكله. الفكره الاساسيه اللي انا كنت عايز اوصل لها ده ان انا بتنقل بعمل تابس بتنقل من الصفحات بتاعتي زي ما انا عايز. بس انا عايز اظبط دي برضه بصراحه مظبوطه. طيب انا عمال افتح كده. المفترض الاساس بتاعنا ان المفروض لما ادوس على اسم الستودنت يعني لو احنا شفنا كده الداتا بتاعت الستودنت ايوه زي كده المفترض ان يتريجر على طول اليو اي ايه اليو ار يو اي سو سوري يو اي اسرف يو اي اسرف عشان خدناها كوبي ما خدناش بالنا منها خالص. يو اي اسرف هسيب كده نرجع نعمل ريفريش. تمام هندوس على الاسم. هو على فعلا الاسم تلاحظوا ان هو غير لي فوق هنا. صحيح ما ظبطش الاي دي والايدج هنظبطها دلوقتي لكن المهم ان هو بدأ يسمع ان هو لاحظ ان هو بيقول لي انا جاي من الستودنت ديتيلز راح للستودنت ديتيلز. ماشي نخش على الستودنت ذات نفسها او ارجع للكلاسز ارجع للستودنتس نقول صلاح احمد. ماشي بس ما بيوصلش الاي دي والايدج صح. ودي غلطة كمان ناسين كمان قوس المفروض قوسين صح ولا ايه؟ لا المفروض كان قوس واحد. المفروض قوس واحد نجربها كده. لا هو كده صح على فكرة هو كان قوس واحد بس انا قوس واحد صح. حتى هو هنا فرفض خالص ان هو اشتغل بالشكل ده. طيب ماشي انا ممكن يكون العيب في اللي بيستقبل مش في اللي بيبعت. هنا بيبعت الاي دي اهو 0 والايدج 19 مثلا. ادي الديتيلز اهي الاي دي وقوسين عاديين وقفله الايه. لا مظبوط. طيب تمام ترى ايه المشكله. كارد فاهم كونتنت. ماشي طب بص تاني على الاب جي اس الحته بتاعت الديتيلز دي. احنا قلنا صحيح قلنا ان اصلا كلاس اسمه كنترول والستودنت ديتيل كنترول والستودنت كنترول ما عملناش اصلا. هنشوف كده اهو اسم الاب وكان للستودنت. ماشي كنترولر بتاعه على الستودنت تمبلت والستودنت كنترول ادي الديتيلز
ديتيلز والاي دي والايج على ديتيلز كنترول. لا مش ديتيلز كنترول بس، ماشي كده اسمها ستودنتس ديتيلز كنترول كده، ده اسمها عشان يبعت الاي دي ويبعت الايج عشان يشتغل، يبقى اسمهاش ديتيلز كنترول، اسمها ستودنت ديتيلز كنترول. جايبه هو 21 اللي بعده، جاب 2 و18 كده، ايه 0 و19 كده. هو طبعا لينا اهو يعني اتنقل، لو دخلت على الكلاسز طبعا قلنا هنا بس ما عملناش، ما برمجناش عشان نطلع ديتيلز، بس بالك انت تطلعها يعني. وبكده طبعا نكون ايه يعني عملنا نافيجيشن، نافيجيشن بسيط تعرفنا فيه على حاجات يعني مهمة. محتاجين ده أقل شوية. students ادي كليك بتاعتي على اي ايه على students بالشكل دوت، وبكده اكون عملنا الابلكيشن بتاعنا البسيط اللي فيه شويه شاشات ونقدر نتنقل ما بينهم فور اكزامبل يعني.